جاهل ما تدريش ما تريش مخك معوش يكونترول ايه كبار لوج. عسلامتكم ناس الكل، مرحبا بيكم في اي اف ام. انتم تسمعوا في كونترول اف، واليوم باش نحكيو على الكاسكيت. اللبسة هي الحاجات اللي ولينا نقيموا بها العبد، كل ما تزيد حكاية كل ما عبد يزيد نقيمه أكثر، كيما الساك سواء متاع بنات ولا متاع ولاد، مونجالة مرايات وبرش حكايات أخرين، ومنهم زادة الكاسكيت. والكاسكيتات عادة على كل لون يا كريمة، وكل جماعة عندهم كاسكيت. فما الموديل تاع الهيب هوب والراب، فما الموديل تاع الخلايق، وفما الموديل تاع كل ما هو سبور، وفما هذوكم الكاسكيتات لوكوست هذوكم يتيرو. واللبسة متاعها تبدا تختلف، فما اللي يلبسها على جنب، فما اللي يلبسها التالي، فما اللي يبدا حتى هكاك. وذكروا قبل كي كنا صغار كنا نطلعوا بطلعة غريبة نشوفوا الكاسكيت كم كوا لفري، ولا نشدوا الكاسكيت نقلبوه ونبدأ نحسبوا في الخيوط. كان فما ثمانية خطوط وخضرة راهي لفري، وكان لقاوها قري وفيها ثمانية خطوط وفيها ختم ذهب في التيكيت طويلة من تالي، وقتها سوبر لفري. وإذا كان تلقى فيها شعار صغير بحث التكتاك متاع الكاسكيت معناتها حاجة أخرى ذيك بعتها من برا. قداش كنا نية قبل ما هاو الكاسكيت كيفاش بدات؟ القرن 19 وقت اللي كانوا يلبسوا بون مش كاسكيت كيما اللي عندنا، كانوا يلبسوا حاجة اسمها البيغي، جد 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 تاع الكاسكيت. وجماعة اللي كانوا يلبسوها قبل البنية ولا شيف دو غار تاع الترا. والكاسكيت زاد شهرت قبل في لي بيرسوناج تاع القصص، واكثر واحد مشهور كان يلبس كاسكيت قبل شارلوك هولمز. وافيك لو طون ولات تتبع تونيو سواء تاع سبور كيما السبور البيسبول ولا نتاع المكاتب اللي موجودين اكثريه في بريطانيا. واحنا في الليسيات نتاع تونس ما تسمع كان نحي الكاسكيت نحي الكاسكيت كاسكيت يا ولدي ما غادي نحي الكاسكيت. وكان في بالكم قبل لي كاسكيت كانوا يستعملوها لي جون باش يعبروا على رايهم، وهي من لي زوتي اللي عملت الريفولت. وتعرفوا سينيفيكاسيون تاع كاسكيت مقلوبه شنو هي؟ رانا كونتر لي سيستيم. وظهرت في الميليتير قبل للجماعه اللي ما حبوش ينفذوا الاوامر. كونتر لي تاع اليوم وفات هاي، نقول لكم باي باي. جاهل ما تدريش ما تريش مخك معوش يكونترول ايه كبار لوج.